أهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. نبدأ بأبرز العناوين. من الشمال والجنوب سكان غزة في رحلة نزوح جديدة، غارات إسرائيلية متواصلة على جباليا، وخطوة نتنياهو بتوسيع العمليات في الشمال ورفح تدفع بانقسامات بين المكون السياسي والعسكري. بوتين يقيل وزير دفاعه نجم حرب أوكرانيا سيرغي شويغو ويستبدله بوزير دفاع جديد من خلفية اقتصادية بعيدة عن عقيدة الجيش. وفي السودان الفاشر تحت النار، الأمم المتحدة تحذر من استخدام الأسلحة الثقيلة في المدينة التي لجأ إليها الفارون من الحرب وسط أوضاع إنسانية مرعبة. وفاغنر في موريتانيا، المجموعة تنشر لأول مرة صوراً لها لاقتحامها قرى شرق موريتانيا واحتجاز بعض سكانها واستجوابهم وتفتيش المنازل وأيضا السيارات. غضب في جورجيا العاصمة تبليسي تشتعل، قانون العملاء الأجانب يدفع عشرات الآلاف إلى الشوارع، واشنطن قلقة وأوروبا تراقب المشهد. أهلا بكم. مع دخول الحرب على غزة شهرها الثامن، عاد الجيش الإسرائيلي إلى توجيه ضرباته في شمال القطاع، مستهدفا على وجه الخصوص حي الزيتون ومخيم جباليا. الهدف من العودة لمنطقة دخلها الجيش الإسرائيلي من قبل هو منع حركة حماس من إعادة تأهيل قدراتها العسكرية. أما جنوبا فيكثف الجيش الإسرائيلي الضغط على مدينة رفح، حيث توغلت القوات الإسرائيلية شرق المدينة وخاضت اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية. طبعا دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح واستهدافها مرة أخرى لشمال القطاع أدى إلى حركة نزوح جديدة للسكان الذين لم يتوقفوا عن التنقل منذ اندلاع هذه الحرب قبل 7 أشهر. طبعا حركة نزوح جديدة يمر بها سكان غزة، هذه مرة من رفح التي اتجهوا إليها قبل أشهر قليلة لأنها آمنة، لكن لم تعد كذلك اليوم. بلغة الأرقام فقد نزح نحو 300 ألف شخص من رفح منذ بداية اجتياح المدينة في 6 مايو الجاري. يبلغ معدل النزوح من رفح نحو منطقة المواصي أو مخيمات دير البلح نحو 30 ألف نازح يوميا. وكانت رفح تؤوي نحو 1,300,000 فلسطيني قبل بدء الاجتياح الإسرائيلي، أي ما يعادل 65% من سكان القطاع، معظمهم فروا من القتال في أماكن أخرى من القطاع. رمونا مناشير، اطلع من المعسكر بده يصير ضرب، وطلعنا من المعسكر وين نروح؟ مش عارفين نروح ولا عارفين وين نيجي، ولا عندنا أكل ولا عندنا شرب ولا عندنا عارفين الأواعي، إيش بدنا نعمل؟ هينا هكذا نضلنا في الشوارع قاعدين، حرام، هذا حرام، اشفقوا علينا، احنا ندفعنا متنا، حرام عليكم، موتونا كلنا، حرام عليكم، اتقوا فينا، اتقوا فينا، ليش بتعملوا فينا هيك؟ بنوعد ايش في الدار اكثر ما بننسى، كل يوم احنا في منطقه، كل يوم احنا في نتبه، مره شمال، مره يا جنوب، مره يمين، مره مش عارفين وين نروح، يا عالم حلونا يا عالم، يا عالم فكوا شاركوا عنا، سيبونا نعيش حياتنا، لا بدنا حروب ولا احنا قد الحروب. قاعدين في المدارس صاروا يخبطوا قذائف علينا، في المدارس يقعنا القذائف، الشظايا فوق روسنا يقعنا، الخيام قاعدين في الخيام، الخيام اتخزقه، الشظايا تيقعن علينا. حركة نزوح الفلسطينيين لا تتوقف، فالنازحون تنقلوا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. حركة نزوح خامسة لسكان القطاع بدأت منذ أيام في الجنوب تحديداً من رفح التي نزح إليها السكان من الآن. المكان الأول الذي يلجأ إليه النازحون الآن هو منطقة المواصي التي تصفها إسرائيل بأنها منطقة آمنة، تقع في الشمال الغربي طبعا لرفح على بعد نحو 8 كيلومترات. المكان الثاني هو مخيمات محافظة وسط غزة، كما نشاهد في هذا الخط الأحمر، دير البلح التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن رفح. غالبا ما يسلك النازحون من رفح طريقين، إما طريق صلاح الدين المؤدي إلى محافظة وسط غزة، أو حتى الطريق الساحلي المؤدي لمنطقة المواصي التي تقع طبعا قرب شاطئ البحر. النقطة المشتركة بين المنطقتين هي تواجدهما على المقربة من البحر، فبينما تقع المواصي
على الساحل مباشرة. دير البلح تبعد نحو 1 كيلومتر عن شط البحر. طبعا لا يقتصر النزوح على القادمين من مدينة رفح فحسب، فهناك نازحون قادمون من مناطق شمال القطاع مثل جباليا وبيت لاهيا وحي الزيتون بعد تجدد القصف الإسرائيلي في هذه المناطق، وأغلبهم يتوجه الآن نحو غرب مدينة غزة. حين بدنا نطلع عارفين بدنا نروح، لا شوف كيف تعب أعصاب، شوف كيف قلق، شوف كيف الشراحة، مش عارف إيش بدي أوصف لك صراحة. حتى لو يومنا بتعيش قلبنا بعيط، زعلانين، تعبانين نفسيتنا. شو وين أولادنا؟ تعب الأولاد، نقل مية، أكل بهدلة، كل شيء بهدلة. ولما رموا علينا المناشير 4 مرات، فالرابعة جينا كنا خلينا هين. لما جيت هين يعني خيمتي دايبة. يعني أنا سكنت في بقيت قاعدة فيها في رفح إلى 5 شهور وإحنا والناس، لكن خيمتي دايبة. بدي أحاول يعني أعمل فيها بالخطان لكن على الفاضي. حتى فيش مكان آمن، فيش مكان آمن. بعدين وضع كتير صعب، لا أكل لا شرب، حتى في المي في المعاناة. يعني ولادي بعيط بقول لي ما بدي أشرب، مش طالع فيدي إيش أعمل. موجة الاستقالات داخل الجيش الإسرائيلي يبدو أنها لن تتوقف، حيث توقعت وسائل إعلام عبرية أن تجر استقالة مسؤول الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السبحة لتكشف عن عمق الخلاف بين المؤسستين العسكرية والسياسية. استقالات وخلافات حول السياسات وأكثر. وسام الذهبي معه التفاصيل. الاستقالات في الدوائر المقربة من نتنياهو وداخل الجيش الإسرائيلي تتوالى. يورام حامو مسؤول الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء يستقيل. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن من أسباب استقالة حامو رفضه الشديد لعودة الحرب في مناطق دخلها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق. أما مكتب الأمن القومي الإسرائيلي فقد قلل من أهمية استقالة حامو وقال إنها لا تعد أن تكون عملية دورية. ولا تعد هذه الاستقالة الأولى من نوعها، بل هي الثانية خلال يومين بعدما ترك موشيك أفيف منصبه كرئيس للمنظومة الدعائية لإسرائيل. وتشير هذه الاستقالات إلى وجود خلافات بين المستويين العسكري والسياسي، إذ كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن احتدام الجدال بين نتنياهو وزير الدفاع جالانت من جهة ورئيس الشباك رونين بار من جهة ثانية بسبب إجراء مباحثات حول الحرب في غياب نتنياهو. بدوره انتقد رئيس الأركان هيرتسي هاليفي غياب رؤية سياسية في مرحلة ما بعد الحرب، معتبرا أنها السبب الرئيسي في عودة المعارك بمناطق دخلها الجيش الإسرائيلي. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن واشنطن تعتزم تطوير خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، مشيرا إلى أن حماس عادت إلى أجزاء في غزة كانت قد اجتاحتها إسرائيل. لم نرى خطة لما سيحدث في اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، لأن المسار الذي تسير فيه إسرائيل الآن هو أنه حتى لو دخلت واتخذت إجراءات ثقيلة في رفح فسيظل هناك الآلاف من مسلحي حماس. لقد رأينا في المناطق التي طهرتها إسرائيل في الشمال حتى في خان يونس عودة حماس، وبالتالي فإن المسار الآن هو أن الذهاب إلى رفح حتى للتعامل مع هذه الكتائب المتبقية، خاصة في ظل عدم وجود خطة للمدنيين، مخاطرة بإلحاق ضرر فادح بالمدنيين وعدم حل المشكلة، وهي مشكلة يريد كلانا حل لها. الحل هو التأكد من عدم قدرة حماس على حكم غزة مرة أخرى. ينضم إلينا من رام الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور علي الجرباوي. أهلا بك دكتور علي. ما دلالات هذه الاستقالة المهمة للمسؤول مسؤول الأمن القومي أو شؤون استراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وهل فعليا تحولت سياسات نتنياهو عبئا على المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل؟ يعني واضح تماما ومنذ فترة أن هناك خلاف حاد ما بين الجانب السياسي في الحكومة الإسرائيلية والجانب العسكري، هذا يعني منذ فترة طويلة، وهو يتفاقم لأن الجانب السياسي لا يطرح خطة لما بعد الحرب، والجيش يخوض حرب كما يقول
لا يعرف الهدف القادم منها، لذلك هو يدور في حلقة مفرغة. ونتنياهو يتعرض إلى ضغوط من قبل اليمين في حكومته وأيضا من قبل الوسط في حكومته، ويتعرض إلى ضغوط من الشارع الإسرائيلي، من أهالي الأسرى، يتعرض إلى ضغوط خارجية. لذلك هناك يعني المشهد الإسرائيلي هو مشهد مأزوم بضغوط هائلة يتعرض لها نتنياهو وتتعرض لها هذه الحكومة الإسرائيلية. ولكن دكتور علي، رغم كل هذه الضغوط إن كانت داخلية أو حتى الأمريكية والدولية، لماذا يصر نتنياهو على المضي في العملية العسكرية بل والعودة إلى الشمال وتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية هناك؟ يعني هذه الضغوط التي يواجهها نتنياهو هي ضغوط كلها مهمة ويعني قد تؤدي غرض، ولكن يجب أن ننتبه أن لا نبالغ في قدرتها على يعني الإطاحة بنتنياهو، لأن نتنياهو على رأس ائتلاف حكومي. طالما أن هذا الائتلاف متماسك، له 64 مقعد في الكنيست من 120، طالما أن نتنياهو بقدرته أن يستمر كرئيس حكومة. لذلك أهم شيء بالنسبة لنتنياهو هو المحافظة على هذا الائتلاف صامد كما هو. لذلك هو يعطي الجانب اليميني في حكومته كل ما يريد، بن كفير، سموتريتش، كل طلباتهم من أجل أن يبقوا في هذه الحكومة. طبعا هناك هدف إسرائيلي لهذه الحكومة، هدف هو اجتياح رفح، هذا منذ البداية كانوا يقولونه ولا زالوا يقولونه حتى الآن وهم مستمرون في ذلك، لأن اجتياح رفح بالنسبة لهم لا يمكن أن تنتهي الحرب التي خاضوها، لم يحققوا فيها كامل النتائج المرجوة، بدون اجتياح كامل قطاع غزة. لذلك هم يعني هذا يبدو أنه بالنسبة لهم شيء يجب أن يقوموا به حتى ولو لرمزيته المعنوية، وإن كان لن يؤدي إلى حسم هذه الحرب وإعلان الانتصار فيها. لذلك هم يقوموا بهذه الحملة من أجل استكمال ما يقولهم بأنه هدف الحرب بمحاولة القضاء على حركة حماس، ولكن من الواضح بأن يعني العودة للقتال في شمال القطاع ووجود حركة حماس مجددا في شمال القطاع يدل على أن هذا الادعاء هو ادعاء غير صحيح، لأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس بشكل كامل، ممكن أن تضعف، ممكن أن بنيتها العسكرية تتقلص، ولكن يعني إلغاء وجودها في قطاع غزة هذا شيء مستحيل. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الجرباوي. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. في السودان الفاشر تحت النار، الأمم المتحدة تحذر من استخدام الأسلحة الثقيلة في المدينة التي لجأ إليها الفارون من الحرب وسط أوضاع إنسانية مرعبة. ومن ملفاتنا أيضا، فاغنر في موريتانيا، المجموعة تنشر لأول مرة صورا لها اقتحامها قرى شرق موريتانيا واحتجاز بعض سكانها واستجوابهم وتفتيش المنازل والسيارات. أهلا بكم من جديد. الأمم المتحدة قلقة وبشدة بعد تقارير تتحدث عن استخدام أسلحة ثقيلة في القتال الدائر بمدينة الفاشر السودانية. طبعا هذا القلق يأتي خوفا من تداعيات ذلك على المدنيين. كليمونتين نيكويتا سلامي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، قالت إن مدنيين أصيبوا بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الفاشر. المسؤولة الأممية دعت كافة أطراف القتال لتجنيب المدينة هذا الصراع. الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش أيضا دعا سابقا لوقف عاجل لإطلاق النار وبذل جهد دولي منسق لتحقيق عملية سياسية يمكنها إعادة البلاد إلى المسار الصحيح. الفاشر طبعا هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فما هي أهمية هذه المدينة سياسيا وإنسانيا وجغرافيا يا روان؟
راوية، مبدئيا المدينة تضم عدد كبير من اللاجئين وكانت بمنأى بشكل نسبي عن المعارك، إلا أن المناطق المحيطة بها تشهد معارك منذ منتصف أبريل. توجهت أنظار المجتمع الدولي نحو مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي باتت على شفا انفجار، لكن ماذا نعرف عن المدينة وأهميتها؟ الفاشر من المدن الواقعة في الجهة الغربية للسودان، تبعد مسافة تقدر بحوالي 800 كيلومتر عن الجهة الغربية لمدينة الخرطوم، ومسافة 195 كيلومترا عن الجهة الشمالية الشرقية لمدينة نيالا. يشكل إقليم دارفور 20% من مساحة السودان، ويضم نحو 14% من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة. تعتبر الفاشر واحدة من أهم المدن الاستراتيجية في الإقليم الذي يربط حدود السودان بكل من ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وتعتبر العاصمة الرسمية لولاية دارفور ومركزاً لسبع ولايات. الفاشر أيضاً تعد مركزاً إنسانياً للأمم المتحدة، يضمن توزيع المساعدات والإغاثة المنقذة للحياة عبر ولاية دارفور الخمس وفقاً للإحتياجات. إذن 800,000 شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون لخطر وشيك، ويوما بعد يوم تتزايد الخسائر البشرية والمادية وسط وجود مشفى مدني وحيد يعمل بالمدينة وهو الفاشر الجنوبي الذي سجل عشرات الحالات بين قتلى ومصابين بينهم نساء وأطفال. المسؤولون هناك يصفون الوضع بالمعقد والسيء للغاية، خصوصا بعد لجوء آلاف الأسر من القرى الغربية للمدينة واستقرت في عدة مناطق غربية. العائلات في الفاشر ومحيطها يعيشون أوضاعا كارثية وسط غياب المنظمات والهيئات الدولية القادرة على تقديم المساعدة، وتحديات للحصول على الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والغذاء. من أديس أبابا ينضم إلينا صديق صادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة وعضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية. أهلا بك معنا سيد صديق. أبدأ معك من الاستفسار حول لماذا كانت الفاشر بعيدة منذ بداية هذه الحرب عن الأعمال الحربية، ولماذا اشتدت الآن بالتحديد؟ جزيلا. حقيقة الشيء المؤسف، المؤشر المؤسف، هو تمدد القتال، تمدد نطاق الحرب الذي شمل مناطق عديدة من أنحاء البلاد، وهذا أمر مؤسف جدا. يتعرض المدنيون في كل مناطق الحرب لكل أنواع الأذى، ولذلك يجب أن تقف هذه الحرب عاجلا اليوم وليس غدا. الفاشر ظلت يعني نقدر نقول بعيدة، يعني العمليات لم تطالها وكانت يعني في ما يشبه الحصار، ولكن الآن يعني احتدمت العمليات في الفاشر، وهذا تطور مؤسف جدا جدا الذي يعني لأنه الفاشر كما ذكر التقرير الآن أولا فيها سكان المدينة أنفسهم على عدد كبير من المدنيين، وهؤلاء معرضون كلهم للخطر. طيب سنتحدث عن الوضع الإنساني سيد صديق لاحقا، ولكن ما رهانات الأطراف في هذه المرحلة ولاحقا في حال تطورت معركة الفاشر إلى معركة كبرى، وهل قد تكون ربما سبب نهاية هذه الحرب بين الجنرالين؟ الدعم السريع من وجهة نظري يريد أن يحكم ويكمل سيطرته على دارفور، ولذلك يستهدف الفاشل، والقوات المسلحة السودانية لا تريد لذلك أن يحدث، ولذلك لا تريد أن تتم السيطرة لدعم السريع على الفاشل، وهذا سبب النزاع المحتدم. ولكن نؤكد في هذا المعنى أن معنى السيطرة ومعنى الأراضي لا يفيد كثيراً، لأنه في النهاية هذه الحرب كما وصفها القائمون عليها هي عبثية، بمعنى أنه
مهما تمدد الزمن ليس أثبتت الأيام ليس هناك نصر كاسح لأحد الطرفين ولن يتم السيطرة. شكرا جزيلا لك من أديس أبابا صديق صادق المهدي، شكرا جزيلا لك. ذكر مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح إجراء مجموعة من التعديلات الحكومية أبرزها استبدال سيرجي شويغو من منصب وزير الدفاع بأندري بيلوسوف. اللافت أن بيلوسوف ذو خلفية اقتصادية وليست عسكرية، وسبق له أن شغل عدة مواقع حكومية أهمها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية. طبعاً هذه التغييرات، وحيث أنه تعيين شويغو سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي بدل نيكولاي باتروشيف الذي تمت إقالته. كما اقترح بوتين أن يظل سيرغو لافروف في منصبه وزيراً للخارجية. طبعاً الزميل مولود يطلعنا أكثر على شخصية شويغو بالتفاصيل. سيرجي شويغو رجل بوتين لسنوات طويلة تولى زمام وزارة الدفاع الروسية في محطات صعبة من تاريخ روسيا. ولد شويغو في 21 من مايو 1955 بمدينة تشادان في جمهورية توفا الروسية من عائلة مسؤول حكومي رفيع المستوى، حيث كان والده نائبا لرئيس الحكومة في جمهورية توفا السوفيتية. تخرج شويغو عام 1977 من معهد تكنولوجي في مدينة كراسنويارسك كمهندس معماري، ثم عمل خلال 15 عاما في المشاريع الكبرى بمنطقة سيبيريا. عام 2012 رشح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف شويغو لتولي منصب محافظ مقاطعة موسكو. وفي 6 نوفمبر من نفس العام عام 2012 أصدر الرئيس بوتين مرسوما رئاسيا بتعيين شويغو وزيرا للدفاع، حتى الآن إلى أن تمت إقالته اليوم. من موسكو تنضم إلينا مراسلة العربية كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا. يعني هل برر سبب هذه التغييرات التي قام بها بوتين وخلفياتها؟ راوية، أولا هذه التغييرات أو بالأخص التي تخص وزير الدفاع الروسي كانت متوقعة قليلا من قبل بعض الخبراء والمراقبين، طبعا بعد أو على خلفية اعتقال نائبه ويده اليمنى بتهمة الفساد التي شاهدناها خلال الفترة الماضية. لذلك هناك العديد من المراقبين توقعوا أن يكون هناك تغييرات في وزارة الدفاع بعد تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذا ما يحدث الآن. التغييرات طبعا هي على الرغم من أنها ليست كبيرة، يعني التغيير هو فقط في وزارة الدفاع الروسية ومجلس الأمن، ولكنها لها تأثير كبير لأن وزير الدفاع الجديد هو شخص مدني وليس له أي علاقة في المواضيع العسكرية. كاتيا، ما الذي نعرفه عن أندري بيلوسوف؟ هو شخص له علاقة في الاقتصاد الروسي بشكل كبير، أي أنه كان تخرج من كلية الاقتصاد وكان لفترة طويلة يعمل كمستشار أو مساعد للرئيس الروسي من عام 2013 حتى عام 2020. تم تعيينه فيما بعد نائب أول لرئيس أو لرئيس مجلس الوزراء، هذا طبعا بإضافة أنه كان يشغل منصب وزير التنمية الاقتصادية من عام 2012 حتى عام 2013. إذن هو شخص مدني، هو شخص مختص بالاقتصاد فقط، وهذا ما تحدث عنه بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين. قال أن وجوده أو وجود شخص مدني في وزارة الدفاع الآن وهو طبعا خبير في الاقتصاد له أهمية كبيرة، لذلك اختاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن الاقتصاد الروسي وما يتعلق بموضوع الدفاع والصناعة الدفاعية والعسكرية ازدادت ميزانيتها بسبب طبعا على خلفية العملية العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا. هي وصلت إلى نحو 7% من الميزانية الروسية، وبالتالي هي تتطلب بأن يكون كما تحدث الكرملين شخص
له علاقة بالاقتصاد، كما طبعا برر المتحدث الرسمي باسم الكرملين. بالإضافة لذلك هو قال أنه من المهم أن يكون هناك شخص قادر على التطور والابتكار وأكثر انفتاحا على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالصناعة وهي مرتبطة بنفس الوقت بالاقتصاد كما برر الكرملين مجددا. من موسكو مراسلة العربية كاتيا طعمة. قبل أن نستكمل ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم الأنباء. فتح الجيش الإسرائيلي معبري حنون في شمال غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة. جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة لأسباب إنسانية، وأضاف أن الحرب في القطاع تتسبب في معاناة إنسانية مروعة يجب وضع حد لها. أعلنت حركة جيش تحرير السودان أنها تصدت لهجوم من قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من 3 محاور. وأعلنت قوات الدعم السريع اندلاع حريق داخل القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطومة، وأفاد البيان أن سبب الحريق هو قصف من قوات الجيش. انتشر خفر السواحل التونسي جثة 291 مهاجرا غير نظامي في الثلث الأول من هذا العام، في رقم أقل من نصف مقارنة بذات الفترة في العام السابق. وأعلنت من جهة أخرى بموضوع مختلف وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على 4 قرى أخرى في منطقة خاركوف أوكرانيا. نفوذ مجموعة فاغنر الروسية في أفريقيا واضح، لا سيما انتشارها في عدة دول هناك من بينها مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ولكن اللافت والمقلق مقطع فيديو نشرته فاغنر يوثق اقتحام جنودها قرى موريتانية في شهر إبريل الماضي. الفيديو أظهر دخول عناصر فاغنر رفقة جنود ماليين لقرى موريتانية حدودية، تحديدا على الحدود الجنوبية الشرقية، واقتحمت قريتي دار النعيم ومضلة. هذه المشاهد أثارت غضب نواكشوط حينها، وأثار موجة احتجاجات وإدانات واسعة في البلاد، دعت الجيش الموريتاني للاستنكار. وما بين مالي وموريتانيا حدود برية هي الأطول في المنطقة، حدود تخشق نواكشوط أن تنتقل إليها مشاكل باماكو وأزماتها المعقدة ووجود فاغنر بطبيعة الحال. مخاوف موريتانية كثيرة ومختلفة، وهذا طبعا ما يفسر غضب نواكشوط. أكثر ما تخشاه أن تمتد إليها أزمات مالي الداخلية، وسرعان ما تبادل الوفدان الدبلوماسيان مساعي التهدئة، لا سيما وأن الحدود بين موريتانيا ومالي لم يتم ترسيمها بعد. وعند الحديث عن مالي نتحدث هنا طبعا عن انقلاب عسكري منذ 3 سنوات، وما زالت البلاد تعيش توترا في المشهد الداخلي للبلاد. وفوق ذلك قد يبدو التصعيد الموريتاني مفهوما أكثر بسبب خروج مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وما خلفه من إرباك في الإقليم على التعاملات الاقتصادية وأيضا التجارية والأمنية، عدا عن أنها تستعين بقوات من فاغنر، وبالتالي فإن موريتانيا لا تريد أن تنجر إلى المربع الروسي في أفريقيا والذي بدأ يتشكل في مالي والنيجر وأيضا في بوركينا فاسو. ينضم إلينا من نواكشوط الكاتب الصحفي الحسين الزين بيان. أهلا بك معنا سيد الحسين. يعني ما قراءتك بداية للصور التي نشرتها فاغنر؟ ما الذي تريد تحقيقه؟ أهلا وسهلا بك وبكافة طاقم قناة العربية الرائدة. بخصوص الفيديو الذي نشرته مجموعة فاغنر والقرى التي جاءت في الصور، وحتى الأشخاص الذين بعضهم يرتدي زيا يشبه الزي الموريتاني، هذه القرى لم تذكر فاغنر تحديدا بأنها قرى داخل حدود موريتانيا، كذلك لم تقل بأنها داخل الحدود المالية، لكن من المعلوم أن فاغنر اخترقت الحدود الموريتانية
لفترات متعددة، وهناك تقارير لوسائل إعلام إقليمية بعضها أحصى العدد إلى حدود 160 اختراقا لفاغنر للحدود الموريتانية، أسفر عن حسب هذه وسائل الإعلام عن 20 ضحية في الجانب الموريتاني. جدير بالذكر أن الأوضاع تأزمت في الفترة الأخيرة بعد اقتحام فاغنر في إبريل الماضي، مما استدعى من الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني إجراء اتصال بنظيره المالي الذي اعتذر، رغم أن الاتصال لم ينشر فحواه بكامله. وبعد ذلك أيضا اخترقت فاغنر الحدود مرة ثانية، وقامت موريتانيا برد شبه حاسم، حيث أعلنت عن إجرائها مناورات عسكرية لجيشها على طول الشريط الحدودي مع مالي. في هذه المناورات كانت رسالة موريتانية واضحة إلى الجانب المالي، سبقتها أيضا سيد الحسين بعثة يقودها وزير الدفاع الموريتاني، لديها مصالح أيضا. فعليا الناتو يعول على موريتانيا لمنع روسيا من بسط سيطرته باستخدام الفاغنر في المنطقة، ما الخشية هنا؟ لموريتانيا علاقات وطيدة تمتد على أكثر من 20 سنة مع حلف شمال الأطلسي، وكان منذ أسبوع هنا أرفع مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي في زيارة إلى نواكشوط، وتحدث مع الجهات الموريتانية الرسمية وخاصة مع قيادة الجيش ووزير الدفاع، وأشاد بهذا التعاون، ولم ينشر شيء يمكن أن نركن إليه بشكل صريح حول طلب من حلف شمال الأطلسي موريتانيا بالقيام بأي دور. ولكن هناك خشية من تكرار سيناريو مالي والنيجر وبوركينا فاسو أيضا في موريتانيا. إلى حد الآن لا توجد أي دلائل تشير إلى أن الوضع الموريتاني مرشح إلى ما جرى في هذه الدول. في الوقت الحالي نشهد استقرارا أمنيا موريتانيا، وموريتانيا كما تعلمين مقدمة على حملة انتخابية، وهذا مؤشر على الاستقرار الوضع الأمني. لكن للأسف مالي كما تعلمون دولة منفلتة وتشهد حروبا داخلية وأزمات، وبعد دخول مجموعة فاغنر إليها يبدو أن فاغنر لها يد طولة في الوضع المالي، وبالتالي هي تخترق الحدود الموريتانية في كل مرة. ربما يكون ذلك بدون تنسيق مع الجهات الرسمية لمالي، لأن مالي هي المتضرر الأول من أي وضع أمني سيء مع موريتانيا، لأن مالي تتزود بكافة حاجياتها من ميناء نواكشوط المستقل، ولذلك لا أعتقد أنها بحاجة في ظل ظروفها المنفلتة وحالة لا استقرار التي تعيشها أنها بحاجة إلى أن تضاعف هذا الوضع، بحيث تدفع موريتانيا إلى إجراءات مثل إغلاق الحدود وتوقيف المواد الغذائية عن الشعب المالي الذي يعيش أوضاع سيئة. أهلا وسهلا. الكاتب الصحفي الحسين الزين بيان، شكرا لك. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. غضب في جورجيا، العاصمة تبليسي تشتعل، قانون العملاء الأجانب يدفع عشرات الآلاف إلى الشوارع، واشنطن قلقة وأوروبا تراقب المشهد. تطبيق تيك توك الصيني يفتح أبوابه للعربية، مشاركة خلف الكواليس وما يحدث خلف الأضواء، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الأنظار تتجه مجددا إلى العاصمة الجورجية تبليسي، أزمة سياسية متصاعدة واحتجاجات رافضة لمشروع قانون العملاء الأجانب الذي يصفه المعارضون بالقانون الروسي. المشهد يتكرر الليلة كما نتابع الآن في هذه الصور المباشرة من تبليسي. يتوقع أن يخرج، وبالفعل خرج، عشرات الآلاف بعد أن شارك أمس أكثر من 50,000 شخص توجهوا إلى ساحة أوروبا بالعاصمة كما ذكرنا، وهناك رفع لأعلام جورجيا وأيضا الاتحاد الأوروبي للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون العملاء الأجانب. رغم ذلك يمضي البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفاؤه
جلسة لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون للفصل فيه يوم غد الاثنين. طبعاً ما يحدث في جورجيا جاء في سياق الصراع الاستراتيجي بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين من جهة وموسكو من جهة أخرى، وأيضاً وسط مخاوف من تحولات محتملة نحو روسيا. إذن الاستيلاء في الشارع الجورجي كما شاهدنا يتواصل، لا سيما في ظل سعي البرلمان لتمريره بأي طريقة. هذا القانون تدعمه الحكومة، في المقابل يقول المنتقدون إنه مستوحى من قانون في روسيا استخدم لقمع المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا مشروع القانون هذا في حال إقراره يمكن أن يؤثر على مساعي البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفق مراقبين الذين تحدثوا أيضا عن وجود تناقض كبير في أهداف حزب الحلم الجورجي بين الرغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت التحالف مع روسيا. بموجب مشروع القانون، المنظمات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها بالخارج ملزمة بالتسجيل باعتبارها منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوى أجنبية. هنا يجب معرفة أن رئيسة البلاد تواجه صراعاً مفتوحاً مع حزب الحلم الجورجي الذي يتمتع بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، وبالتالي استخدام حق النقد ضد القانون قد لا يكون كافٍ، والتصويت ضد الفيتو الرئاسي وارد جدا. هذه المواقف الرافضة لمشروع القانون في البلاد وجدت صدى آخر وتوالت من الخارج، خصوصا من الجانب الأمريكي. فلك، أمريكا حاضرة راوية في المشهد الجورجي ولها موقفها مما يجري هناك. فالولايات المتحدة قالت إن على جورجيا الاختيار بين قانون على نمط الكريملين وبين تطلعات الشعب، كما عبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان عن قلقه البالغ من انتكاسة الديمقراطية في جورجيا. الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر الماضي قال إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره. أما حزب الحلم الجورجي رد وقال إن مشروع القانون سيعزز السيادة الوطنية الجورجية ويهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار أكبر قدر من الشفافية بخصوص تمويلها. لكن ما يجب معرفته هو أن روسيا لا تزال لها تأثير كبير في الداخل الجورجي، واللغة الروسية لا تزال موجودة فضلا عن العلاقات الاقتصادية. ينضم إلينا من لاهايا الدكتور باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز، أهلا بك معنا. يعني لماذا يخيف هذا القانون الجورجيين إلى هذا الحد؟ مساء الخير لك ولكل من يتابعنا. بالفعل يثير هذا القانون أو مشروع هذا القانون قلق كبير لدى أوساط كثيرة في الشارع الجورجي لعدة أسباب. هناك مخاوف تتعلق بقمع الحريات، أيضا مدى تأثير هذا القانون على العلاقة مع المنظمات والتكتلات الغربية التي تسعى جورجيا جاهدة للانضمام إليها، بالإضافة إلى غموض في المصطلحات أو تعريف العملاء الأجانب ونطاق تمويلهم، بحيث أنه يمكن أن يستخدم لاستهداف أي منظمة أو فرد ينتقد الحكومة، بالإضافة طبعا لنقطة مهمة تثير القلق لدى فريق كبير في الشارع الجورجي تتعلق بالعلاقة مع روسيا، حيث هناك خشية أن الحكومة تريد تقويض العلاقة مع الغرب والعودة إلى النفوذ الروسي. ما يجري اليوم هو إشارات إلى صراع نحو التوجه المستقبلي لتبليسي بين فريقين، فريق يرغب بالالتحاق بالمنظومة الغربية وفريق لا يرغب بتوتير العلاقة مع جارة روسيا، ولا أقول يريد التقارب مع روسيا. فجورجيا مرت بتجربة قاسية وسيئة خلال حرب قصيرة عام 2008، فقدت بعدها إقليمين هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. دكتور باسل،
وأنت تتحدث وهذه الصور تأتينا مباشرة من تبليسي، وهذه الصور التي تظهر على الشاشة أمامي، فئة الشباب حاضرة جدا في هذه التظاهرات. نعم، هنا يمكن القول أن التوجه أو المزاج العام في جورجيا هو نحو المنظومة الغربية، حتى حزب الحلم الجورجي، لكنهم بعد تجربتهم القاسية لا يريدون توتير العلاقة مع روسيا، وخصوصا إذا ما نظرنا لموقفهم حيال الأزمة الأوكرانية أو الحرب الدائرة في أوكرانيا. هناك حذر في تبليسي حيال العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، هم يدعمون أوكرانيا سياسيا دبلوماسيا إنسانيا، إلا أنهم لا يدعمونها عسكريا. طب المخرج المناسب دكتور باسل لهذه الأزمة، ما تصورك له؟ بالفعل مشروع هذا القانون يعتبر تحدي كبير أمام الديمقراطية في جورجيا، ومستقبل البلاد يعتمد على طريقة تعامل الحكومة مع هذه الأزمة. لدينا ربما ثلاثة اتجاهات، إما سحب القانون بالكامل وهذا ما يريده المتظاهرون، أو إجراء تعديلات على هذا القانون بحيث يكون هناك شفافية ووضوح ولا يتحول لطريقة لقمع الحريات، أو الحوار وهو ما تطالب به المعارضة، حوار بين الحكومة والمعارضة من أجل الوصول لحل وسط يجنب ربما البلاد المزيد من التوترات، خصوصا أنها على أبواب انتخابات برلمانية بعد عدة أشهر. ونحن اليوم أمام وجهتي نظر، الأولى للحزب الحاكم حزب الحلم الجورجي يقول أن هذا التشريع على قرار تشريع أمريكي أقر في ثلاثينيات القرن الماضي، ووجهة النظر الأخرى للمعارضة تذكر بقانون روسي مشابه يستخدم للحق. شكرا جزيلا لك الدكتور باسل الحاج جاسم، باحث في العلاقات الروسية الأطلسية والقوقاز. أودت الفيضانات العنيفة في أفغانستان بحياة أكثر من 315 شخصا وأصيب 1600 بعدما اجتاحت بشكل مباغت منازل وأراضي زراعية في شمال شرق البلاد، وتعد ولاية بغلان الأكثر تضررا جراء الفيضانات المباغتة، حيث راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وتم نشر أطباء فيها وتوصيل أكثر من 7 أطنان من المساعدات إلى مناطقها. لميس، ما الذي يحدث في أفغانستان؟ راوية، منذ بداية هذا العام وأفغانستان تشهد كوارث وفيضانات عن أحوال مناخية قصوى، فهذه البلاد تعد من بين أكثر عرضة والأقل جاهزية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، فما تزال فرق الإغاثة تحاول الوصول إلى قرى منكوبة في شمال شرق أفغانستان لنقل مساعدات لآلاف من المصابين والمشردين بعدما أوقعت فيضانات مباغتة أكثر من 300 قتيل في يوم واحد. لكن الفيضانات والتضاريس الجغرافية للمنطقة تصعب عملية الإغاثة وتبطئها على نحو كبير، فالشاحنات المحملة بهذه المساعدات عالقة على طرق وعرة وجسور انهارت من جراء شدة السيول. مضطرة فرق الإغاثة إلى الاستعانة بالحمير حتى للوصول لنقل مساعدات إلى الآلاف من المصابين والمشردين. ووفق وزارة اللاجئين فقد قضى 315 شخصا على الأقل وأصيب 1600، فيما تضرر أو دمر أكثر من 2600 منزل. وجرفت هذه الفيضانات أكثر من 1000 رأس ماشية، فيما حذرت جماعات الإغاثة من الأضرار التي لاحقت بمرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية، مثل إمدادات المياه مع ترك الشوارع مغطاة بالطين. في حين اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان أن هذه الفيضانات تذكير صارخ بضعف أفغانستان أمام أزمة المناخ. رصدت العربية جانب من
التجارة الإلكترونية على تطبيق تيك توك الشهير في الصين، حيث يخضع المحتوى وصاحبه للرقابة الصينية التي تعتمد على معايير خاصة نتابعها. لم يعد عالما خفيا، التيك توك الصيني يفتح أبوابه للعربية، مشاركة خلف الكواليس وما يحدث خلف الأضواء أيضا. كل ما يدور هنا مدروس، محتوى ليس عشوائيا بل يخضع للمعايير والرقابة، وإن بدا في ظاهره خفيفا. عالم تيك توك الصيني أو ما يسمى بالدوين ليس للهواة فقط بل يحترفه الكثير هنا. مركز خاص لتدريب المواهب الشابة على استخدام التيك توك وجعله منصة حية احترافية لتسويق البضائع وعلى الهواء مباشرة. تتلقى درساً متقناً قبل تطبيق عملي يحكمه أساليب ترويجية للمنتجات، موهبة صاعدة على تيك توك، هكذا تقول المتابعة هنا. أتدرب يومياً لأحترف هذه المهنة. التيك توك منصة مهمة في الصين وتحتاج إلى الكثير من العمل لإثبات الوجود فيه. العمل متعب لكنه بالطبع ممتع. إحدى مشاهير التيك توك لهما طريقة خاصة في بيع المنتج أياً كان، يحققان الهدف كما خطط له. التجارة الإلكترونية على تيك توك هو عملنا والذي يعتمد على تطور التكنولوجيا الرقمية، هذا الأسلوب الجديد في الحصول على المال والتفاعل الاجتماعي. مشهورة أخرى لكنها افتراضية، فالاعتماد أيضاً على الذكاء الاصطناعي، عرض أكبر قدر من المحتوى في تطبيق يتفاعل معه مئات الملايين من الصينيين. غداء السالم، العربية، بكين. العالم الليلة انتهى. القادم خارج الصندوق على شاشة العربية. لم يبقى إلا أن نذكركم بالعناوين: خطوة نتنياهو بتوسيع العمليات في الشمال، ورفح تدفع بانقسامات بين المكون السياسي والعسكري في إسرائيل. الأمم المتحدة تحذر من استخدام الأسلحة الثقيلة في المدينة التي لجأ إليها الفارون من الحرب وسط أوضاع إنسانية مرعبة. فاغنر في موريتانيا، المجموعة تنشر لأول مرة صورا لها لاقتحامها قرى شرق موريتانيا واحتجاز بعض من سكانها، استجوابهم وتفتيش للمنازل والسيارات. غضب في جورجيا، العاصمة تبليسي تشتعل، قانون العملاء الأجانب يدفع عشرات الآلاف إلى الشوارع. واشنطن قلقة وأوروبا تراقب المشهد. وفي خارج الصندوق، بعد قليل سكان غزة بين نارين رصاص الجنود الإسرائيليين واعتداءات نسبت لفصائل تابعة لحماس. وفي خارج الصندوق أيضا نطرح كابوس نتنياهو اليوم التالي للحرب، هل ينجح نتنياهو فيما أخفق فيه؟ وبين دعوات للتفكير النقدي واتهامات بازدراء الأديان، مركز تنوير في مرمى النيران.